من جديد أعزائي المشاهدين، نحييكم في بداية حلقة اليوم من تعظيم سلام، والتي يسعدني أن ألتقي من خلالها الأستاذة حنان محسن ماجد، مدير قصر ثقافة الطفل بسوهاج. أستاذة حنان، بنرحب بحضرتك معنا في تعظيم سلام. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما ندخل في حلقة اليوم وأهدافها والنقاط اللي هتناقش فيها، كنت عايز أتعرف على حضرتك أنا والسادة المشاهدين. من هي الأستاذة حنان، مدير قصر ثقافة الطفل بسوهاج؟ أنا حنان محسن ماجد من مواليد سوهاج، بكالوريوس حاسب آلي، تعيين 96 في وزارة الثقافة، مدير قصر ثقافة الطفل بفرع ثقافة سوهاج منذ عام 2011. تدرجت وظيفياً، الأول كنت أخصائي كمبيوتر، وبعد كده مشرف في قصر الطفل، وبعد كده مسكت إدارة الطفل من 2011. أنا أمين الثقافة والتدريب في حزب مصر الحديثة، وحاليا في قصر الثقافة ماسكة الطفل بأنشطته بكل ما فيه يعني. تمام. حصلت حضرتك على دورات تدريبية؟ أنا حصلت في أهم الدورات اللي أنا حصلت عليها، دورة تأهيل القيادات النسائية من معهد القومي للحوكمة من وزارة التخطيط، ده السنة دي سنة 23، وأخذت دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية، أخذت كمان دورة تأهيل مدربين في مجال التوعية للحد من الهجرة غير الشرعية من وزارة الدولة للهجرة بالمصريين بالخارج، خدت كمان دورة تنمية مهارات قيادات المواقع الثقافية، خدت دورة المبادئ الأساسية في الإعاقة، ودي دورة أنا اتعلمت منها كتير عشان أعرف أتعامل مع الأطفال ذو الإعاقة، خدت دورة كمان دورة الإدارة الإشرافية العليا من تنظيم الإدارة. ما شاء الله، يعني سي في وسجل حافل يعني بالكفاءة بصراحة أستاذة حنان، ربنا يوفقك يا رب. طيب ندخل في حلقة اليوم، قصر ثقافة الطفل، يعني ايه قصر ثقافة الطفل؟ يعمل قصر ثقافة الطفل على الوصول بالمنتج الثقافي إلى جميع أبنائنا في جميع المحافظات من مراكزها وقراها، وبيتنوع أنشطة الطفل، بتتنوع لأنشطة ثقافية وأنشطة فنية. الأنشطة الثقافية زي مثلا المكتبة اللي هي القراءة والاطلاع، الأنشطة الثقافية زي بنعمل مسابقات ثقافية. ده بيتعلق بالطفل بس؟ يعني 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 هدف انشاء قصر ثقافه الطفل. احنا عندنا في سوهاج قصر ثقافه عام وشامل اللي هو متعارف عليه زي اي محافظه فيها قصر ثقافه. انتم من الداخل هذا القصر انشاتم قسم لقصر ثقافه الطفل. طيب هدفه انه مثلا يختص بالاطفال بس ولا ايه؟ يعني انا السن اللي بشتغل عليه او اللي بستهدفه هو السن من 6 سنين ل 18 سنه. بس عندي في المعارض الفني التشكيلي في الاطفال اللي بتعدي 18 سنه عادي بنشتغل معاها وبنعمل لهم معارض، فبيستمروا معانا بعد ال 18 سنه. بس كفرق داخل قصر ثقافة فرع ثقافة سوهاج في القصر ثقافة الطفل وفي قصر ثقافة سوهاج. يعني القصر ثقافة الطفل اللي بيشتغل من 6 ل 18، القصر الثقافة الثاني الكبير بيشتغل من بعد 18 سنة. فرقنا كقصر ثقافة الطفل من بعد 18 سنة بينتقل الطفل من عندي لقصر ثقافة سوهاج. ايوه تمام. طيب ايه اهم الانشطة اللي بتقدموها للطفل يا استاذ حنان؟ تمام. النشاط الثقافي زي ما قلت لحضرتك في المكتبه دي للقراءه والاطلاع، في مسابقات ثقافيه بنعملها دوريه على طول، في كمان محاضرات وندوات على حسب الموضوع اللي احنا هنشتغل او الحاله اللي احنا بنشتغل عليها. في نادي الادب، نادي الادب ده ويعتبر اول نادي ادب على مستوى هيئه قصور الثقافه
اتعمل عندي انا في قسم ثقافه الطفل. يعني ايه نادي ادب يتعلق نادي ادب، نادي الادب ده بنشتغل على الاطفال اللي عندهم موهبه في كتابه القصه القصيره والشعر، ودي عندنا المشرف العام على نادي الادب الاستاذ محمد عبد الطلب، اللي هو رئيس، اللي هو يعتبر اللي هو الاستاذ محمد عبد الطلب رئيس اتحاد كتاب جنوب الصعيد. وده احنا بنعمل ليهم مجله دوريه كل سنه بنكتب بيكتبوا فيها القصص والاشعار بتاعتهم، وبتطلع المجله ليهم. رصدتوا الكفاءات دي؟ يعني في لقيتوا فعلا اطفال عندها هوايه الكتابه ومبدعه فيها؟ ايوه، كل سنه بنكتشف مواهب جديده من الاطفال اللي بتكتب قصص واشعار. تمام. كل سنه ليهم مجله، وده اللي شجعهم، اللي بيشجعهم للكتابه، اللي ان احنا بنطلع ليهم منتج ثقافي اللي هو المجله دي فيها قصتهم، فبيفرحوا جدا بان قصتهم منشوره زي الكتاب الكبار. تمام. القصه بتاعته او الشعر بتاعه منشور باسمه. تمام. بياخد القصه قدام صحابه وقدام اهله، طبعا بيفرح جدا بيها، وده اللي احنا بنبقى عايزينه يعني دايما. طيب بتوصلوا للاطفال ازاي يا استاذ حنان، ولا هم اللي بيجوا لكم ولا ايه؟ بنوصل للاطفال ازاي؟ احنا خلال الفتره الدراسيه، فتره الدراسه كلها، بتجينا رحلات يوميه من من المدارس. تمام. مدارس، مش مدارس يعني، مدارس سوهاج ومراكزها كمان. تمام. بيجي بيبقى في اكتشاف للمواهب ده بالتنسيق معاكم كقصر ثقافه؟ بالتنسيق معانا. التربيه والتعليم، واحنا. تمام. بيجيبوا ان احنا عايزين مثلا يوم كذا، بنحدد اليوم وبيجوا على اساس اليوم، بيقعدوا معانا مثلا فتره النهار دي، بنشتغل معاهم اليوم ده، بنعمل لهم يوم ثقافي فني، بنعرض لهم ايه اهم برامجه في اليوم ده؟ اليوم ده بنعرض فيه مسرح عرايس ليهم، وتكون القصة هادفة، بنعلمهم منها قيمة، بنعرض لهم سينما أطفال برضو، والسينما دي بتجينا من الهيئة العامة للقصور الثقافية، قيمة. بنعمل لهم مسابقة ثقافية، بنعمل لهم ورشة فنية برضو في اليوم ده. تمام. فبيبقى يوم شامل، وبنكتشف مواهب في اليوم ده. واحنا كمان مش قاصرين ان احنا مستنيين ان الاطفال تجينا، لا، احنا بنروح مدارس. يعني انا باخد المتخصصين اللي عندي كأدباء، كمتخصصين فن تشكيل، انت عارف حضرتك هيئة قصور الثقافة، اوائل خريجين الفنون جميلة عندنا في القصر. فبناخدهم ونروح بيهم المراكز البعيدة. احنا اشتغلنا فترة كبيرة مع جمعيات خيرية زي مصر الخير وغيرها، بنروح معاهم المدارس، زي المدارس الاطفال اللي هم متسربين من التعليم. تمام. بنشتغل عليهم وبنكتشف، واكتشفنا مواهب كتير منهم. فبنروح المراكز البعيدة دي وبنروح المدارس ونكتشف مواهب منها. يعني ممكن يكون مثلا في مدرسة في نجع او في قرية في مركز من مراكز محافظة سوهاج يعني مترامية الاطراف، برضو بتوصلوا له؟ لان هو في مدارس، طبعا في مدارس، وهم بيفرحوا بالنشاط بتاعنا اكتر من الاطفال اللي هنا، لان الاطفال اللي هنا سهل ليهم ان هم يجوا عندنا القصر. لكن الاطفال البعيده دي اللي هي بتبقى في مراكز بعيده جدا، في دار السلام، في الحاجر، وفي اماكن كتير، في مثلا اولاد سلام، برضو ما بيقدروش يجوا عندنا، بيبقى صعب ان هم يجوا عندنا، فاحنا بنروح ليهم. هو في تقريبا في كل مركز استاذ حنان قصر ثقافه او فرع او قسم؟ ايوه، المراكز كلها، مراكز سوهاج كلها، في كل مركز في بيت ثقافه. تمام. او بيت الثقافه ده ما بتعمل، مش ممكن تعملوا فيه قصر ثقافه الطفل تاني على غرار الثقافه السوهاج، ولا هو قصر ثقافه الطفل واحد على مستوى المحافظه اللي هو عند حضرتك؟ لا، هو قصر الثقافه اللي في العاصمه هنا او اللي في سوهاج ده شامل، بيبقى شامل انشطه اكتر. تمام. المراكز اللي هو بيوت الثقافة اللي في المراكز بتبقى شغالة على الكبير أكتر من الأطفال، وبس بيبقى فيها طفل برضو. وبيبقى في تعاون ما بيننا ما بينهم. يعني أنا مشقة إنه يجي مثلا الطفل من طمة ولا من دار السلام لحد حضرتك، ما توفروا له أنتوا القسم هناك؟ لا، في كل مراكز سوهاج في قسم للطفل في كل بيوت الثقافة اللي موجودة. تمام. وبيروحوا الأطفال وبيعملوا أنشطة ومفيش أي مشكلة. واحنا كمان بنروح لهم برضو، في انشطه، بيبقى في انشطه زياده بنروح احنا للاماكن دي، ده غير ان هم بيروحوا لبيوت الثقافه اللي موجوده في المركز نفسه. تمام. وبيبقى في تعاون ما بيني ما بين برضو مدير البيت اللي بيبقى في المركز، وبنعمل انشطه متبادله بيننا وبينهم. Thank you.
ساعدتوا الأطفال وعملتوا أنشطة ومسابقات، إيه الهدف السامي اللي حضرتك ممثلة كمدير قصر ثقافة الطفل عاوزين تطلعوا بيه من خلال العمل ده كله ومن خلال عمل قصر ثقافة الطفل؟ الهدف السامي، أنا أهم، أنا من كتر ما أنا بحب أشتغل مع الطفل وبلاقي منه جدا، الهدف إني تنمية مواهب الطفل ده. يعني الطفل ده بدل ما يروح يمسك التليفون ويقعد عليه طول اليوم، لا، عنده حاجة. في أطفال ما بتبقاش عارفة إن هي عندها موهبة، لا، إحنا بنكتشفها وبنحببها له. يعني في طفل يقول أنا ما بحبش الرسم، طب تعالى جرب شوف، وفعلا لما بيجي يرسم مرة وبنشجعه بإيه؟ بنشجعه إن إحنا بنعمل له معارض دورية. المعارض دي بنعرض له لوحته، حتى لو لوحته يعني قليلة على مثلا، لا، بنعرضها له عشان نشجعه. تمام. واللي بيفتتح المعارض دي المحافظ ونائب المحافظ وكبار. خاصة الفترة العمرية والسنية اللي حضرتكم تستضيفوها اللي هي من 6 ل 16، يعني فترة صعبة عند الطفل، انتوا بتقدروا كده تنتشلوه من وقت الفراغ والضياع وممكن يتجه لطرق تانية مثلا مش كويسة، لا، انتوا بتحضنوه تقول انا عندنا في قصر الثقافة احنا هنعلمك حاجة تفيدك وتفيد وطنك. فعلا فعلا، واولياء الامور بتساعدنا جدا في حاجة زي دي. تمام. لان هما مش حابين اولادهم ان هما يبقوا في مجال تاني او يبقوا في حاجة مش كويسة، فبيشجعوهم ان هما بيجيبوهم عندنا. تمام. وبنشتغل عليهم، بننمي موهبتهم، بنحببهم في الموهبة. اللي بيرسب بنعمل له معرض ونشجعه ونوريه بص لوحاتك جميلة ازاي، والمحافظ جه واعجب بيها. اللي بيكتب قصة بنعمل له المجلة دي وبنديها له، بيبقى فرحان بيها جدا. بنعمل ندوات ومحاضرات على طول للاطفال دي. تمام. في مقابل مادي للاشتراك ولا؟ لا لا لا، احنا مجانا، كل انشطتنا مجانيه، بنروح المدارس مجانا، هم بيجوا عندنا مجانا، مفيش اي حاجه. حتى الادوات والخامات اللي بنشتغل بيها في الورش كلها من عندنا، احنا اللي بنوفرها. احنا اللي بنوفرها. يعني الطفل ما بيتكلفش الا يمكن مواصلاته، واحيانا مواصلات تكون مش يعني مش في مشكله يعني. لا، كل الخامات اللي بيشتغل بيها الطفل احنا اللي بنوفر، هيئه قصور الثقافه بتوفر كل الخامات اللي بنشتغل بيها واللي بنعلم بيها الطفل اي حاجه هو حابب يتعلمها. في احصائيه عند حضرتك في قصر ثقافه الطفل؟ يعني مثلا استقبلنا مثلا كم طفل في خلال العام الدراسي او خلال مثلا نصف العام اللي احنا فيه ده مثلا، ولا ما فيش؟ في احصائيات بس مش بالعدد. يعني انا ممكن يوميا يجيني من المدرسه 50 طفل مثلا. تمام. يوميا، انا ما فيش يوم ما بيبقاش فيه اثناء طول العام الدراسي. طول العام الدراسي. والفتره الاجازه الصيفيه؟ فتره الاجازه انا حاليا عشان قصر الثقافه في ترميم، فاحنا شغالين في اماكن متعدده. تمام. يعني نادي القضاء عمل معانا تعاون بان احنا بنروح نادي القضاء ونشتغل في ورش لاطفالهم، وكمان هم سمحوا لينا ان تدخل اطفال من بره الاعضاء. ان هم برضو زي مثلا فرق الطفل عندي انا، بنعمل بروفات جوه النادي علشان نشجع اطفالهم ان هم بصوا في اطفال زيكم مثلا شغالين بروفات لفرقه الكورال، بروفات لفرقه الفنون الشعبيه، وشغالين في نادي المحليات، شغالين في مراكز الشباب حاليا. تمام. برضو بنعمل انشطتكم مستمره طول العام مش مقيدة. لما كان القصر موجود احنا كنا فاتحين القصر طول الاجازة، بنعمل ورش ومسابقات وبنعلمهم وبننمي انهم موهبة. ودلوقتي شغالين في المراكز الشباب وشغالين في النوادي بره. استاذ حنان، ما تبنتوش مثلا موهبة من المواهب دي يعني وتتابعوا معاها، ولا انتم مجرد مثلا بتسقلوه وتنمية مهاراته وكده وخلاص؟ لا، مش في يعني مثلا واحد شايفاه انت حضرتك نابغ في حتة معينة، بعد ما بيطلع من السن الفتره العمريه اللي عند حضرتك دي ممكن تتابعوا معاه وتوصلوه لهدفه، ولا لا احنا بندرب من اجل التدريب او بننمي من اجل التنميه وخلاص؟ لا، بنشتغل عليه، بنشتغل عليه. يعني انا في فتره ان انا ماسكه الطفل اعتمدت فرقه فنون شعبيه جديده، واللي هو نادي الادب ده يعتبر اول نادي ادب يتعمل على فايه قصور الثقافه، وفرقه فنون شعبيه. الفرق دي اطفال كانت مش عارفه نفسها ان هي صوتها مثلا حلو، او الفنون الشعبيه برضو الاطفال الفولكلور الشعبي بتاعنا. فالاطفال دي بعد ما دخلت الفرقه كبروا ودخلوا الموسيقى العربيه كفرق، وفي اللي وصل القاهره بصوته
من خلال الفرق بتاعتنا، وكل سنة بتتغير الأطفال وفي اللي بيستمر معانا وبنكتشف مواهب جديدة للفرق دي، ودي حاجة كويسة. اعتماد الفرق الجديدة طبعا، ودي حاجة تشكر عليها سيادة الوزيرة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لأنها داعم أساسي لاعتماد فرق جديدة على طول باستمرار. دول بالنسبة للأطفال الأسوياء، فيه فئة تانية في المجتمع أستاذ حنان، أبنائنا اللي هم من ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة، إيه اللي يقدر يأديهم وقصر ثقافة الطفل للشريحة العمرية دي بالتحديد؟ دول عايزين عناية خاصة واهتمام أكيد أكيد. أنا اشتغلت مع جمعيات كتير لذوي الاحتياجات الخاصة، ولما اشتغلت معاهم هو في والأطفال البداية من حقه إنه الطفل ذوي الهمم من حقه إنه يعني يبدع في موهبته أو تنموها، ولا لا الإعاقة دي صعبة؟ لا طبعا من حقه طبعا، واحنا عملنا دمج ما بينه وما بين الاطفال الاسوياء، وعملنا ورش ما بينهم. يعني احنا جبنا الاطفال ذوي الاعاقه او ذوي الهمم، بنقول عليهم ذوي الهمم، مع الاطفال الاسوياء، واشتغلوا مع بعض ورش، وده اللي خلاهم وشجعهم ان هم لا احنا عاديين، احنا زيكم. وده انا حبيته جدا. والاطفال دي من بعد ما كانوا بيجوا الاول عن طريق الجمعيات، لا دلوقتي مع اولياء امورهم بيجوا لوحدهم. كويس. معايا طفلين ليهم 7 سنين مثلا معايا، هم توحد، وانت عارف حضرتك التوحد ما بيعرفش يتعامل مع الناس، بيبقى خايف من معاملة الناس جدا. لكن دلوقتي واحد فيهم دخل كلية تربية فنية لانه بيحب الرسم جدا، وده لاني انا لاننا احنا هنا في قصر الطفل شجعناه بالمعارض اللي احنا بنعملها له على طول. كان لازم يشترك معايا في كل معرض، ويبقى ليه مكان يعرض فيه لوحات، والمحافظ كان مبسوط بيه جدا، ونائب المحافظ، كل قيادات البلد هنا كانوا بيحبوا رسمه جدا، ودخل كلية تربية حاولوا فنية. تتواصلوا مع امهاتهم او ابائهم، تقول لهم مثلا لا ابنك مش عقبة، مش اعاقة في حياته انك تنميه وتطوره، ولا اه طبعا بنحاول احنا، انا معاهم على طول، انا عامله جروب لاولياء الامور لذوي الهمم، عشان بيبقى فيه استمراريه في الورش اللي احنا بنعملها ليهم، وكمان بنعمل ندوات ومحاضرات للامهات ازاي تعرف تتعامل مع الطفل اللي عنده موهبه، وازاي ان هي تشجعه، وهم بيساعدونا جدا في حاجه زي دي. وبنشتغل مع الأمهات ومع الأطفال، بنجيب دكاترة متخصصين للأمهات ازاي يعلموا أطفالهم، وازاي يرضوا بالواقع اللي هم فيه، ويحببوا أطفالهم في الموهبة بتاعته. أستاذ حنان خلال الفترة القادمة إن شاء الله فيما يتعلق بأنشطة قصر ثقافة الطفل؟ الجديد احنا شغالين الايام دي بنستعد لورش فنية وثقافية واحتفالات في سوهاج الجديدة، لان احنا ما اشتغلناش في الكوامل او في سوهاج الجديدة اي شغل قبل كده. فالفترة الجاية هنشتغل ونكثف جهودنا لسوهاج الجديدة، عشان نشجع الناس تروح تسكن هناك. وبنقول لهم ان لا، في كل مكان هتلاقوا المنتج الثقافي، في كل مكان هتلاقوا تنمية لأطفالكم وتنمية موهبتهم. فاحنا في الفترة الجاية ان شاء الله هنشتغل في الاماكن اللي ابعد واللي لسه جديدة، عشان نشجع الناس ان هي تسكن في الاماكن دي، وان كل حاجة معاكم وكل حاجة متوفرة ليكم. تمام. عمل المرأة أستاذة حنان فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية مرهق ولا لا؟ أنت شايفاه يعني ده عملها الطبيعي وتقدر تبدع فيه؟ لا مش مرهق ولا حاجة، ده حاجة جميلة. يعني أنا عشان أنا بحب شغلي وبالذات مع الطفل، يعني فبلاقي متعة أكبر في شغلي مع الأطفال وتنمية موهبتهم واكتشاف المواهب الجديدة. يعني أنا يوميا بحب إن تجيني أطفال جديدة. احنا السنة دي عملنا شريحتين مسرح طفل. الشريحتين في مسرح شريحة الطفل عبارة عن ايه يا استاذ؟ مسرح الطفل عبارة عن بنعمل قصتين.
للطفل. دول شريحتين، الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعمل شريحتين كل سنة لكل المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية، شريحتين، حاجة اسمها نوادي طفل، نوادي مسرح طفل، وحاجة اسمها فرقة قومية لمسرح الطفل. حاجة يعني دي شريحة صغيرة وشريحة كبيرة، بنعرض فيهم مسرحيتين النوادي. لمخرجين مختلفين خلال السنة، بيشتغلوا بروفات طول السنة، وبنعرض في الآخر العرض المسرحي ده. السنة دي كان كمية أطفال جديدة اكتشفنا موهبتها تمام. في المسرح، بيقدر الطفل يطلع المسرح ويؤدي الأداء التمثيلي بتاعه كويس وده اللي اتبسطت منه السنة دي، ان اطفال لأول مرة تمثل طلعت على المسرح وتشجعوا وكانوا مبسوطين جدا، وان هم اول مرة، وده عطاهم ثقة في نفسهم جامدة ان هم يبقوا قدام جمهور ويمثلوا قدام الجمهور، وتشجيع الجمهور ليهم بعد ما تخلص المسرحية ده اداهم ثقة في نفسهم جدا وحببهم في الموضوع، وهيستمروا معانا. يعني كانوا معانا في المسرح، طب احنا خلصنا مثلا موسم المسرح، لا احنا عايزين نبقى معاكم في حاجات تاني. دخلوا معايا في فرق الكورال، عشان فرق كويس. الكورال طول السنة، فرقة الفنون الشعبية طول السنة، دخلوا معايا بقى في الحاجات التانية. الاثر بتاع ده على نفس الطفل بيكون ازاي يا استاذه حنان؟ انت بتشوفي، انت اقرب حد للطفل اللي هو عندك في القصر. اثر التدريبات والبروفات والثقافه والتنميه اللي بتدوها وتلقنوها للطفل، اثرها بيكون عامل ازاي على الطفل نفسه؟ أثرها الطفل بيبقى بياخد ثقة في نفسه جامدة، تمام بلده، وطنه، تمام المسألة، انت هتبقى، انت ليس بعد كده ديله بالوطن، بيحب وبيحب بس كمان في موهبة دي. انا بقول له لا، المذاكرة الموهبة بتاعتي موجودة، ينمي عنه بنفسه جدا. يا استاذه حنان، يعني انت بتقدمي عمل كبير وعظيم وجميل للبلد، انك تكوني مسؤوله عن تقديم جيل كامل من ابنائنا اللي هم اطفال، لحد ان شاء الله بكره وبعده لما يكبروا يتولوا المسؤوليه، بتزرعي فيهم حب الولاء والانتماء، وبتاخديهم كده بعيد عن حته صعبه احنا مش عاوزين اولادنا ان شاء الله يوصلوا لها، لكن انت مسؤوله، وبنقدم لك الشكر على هذا العمل الكبير، خاصة مع الأطفال، لأن الأطفال بطبيعتها متعبة وبتاخد مجهود أكبر، فما بال حضرتك أنت، لا أنت بتاخدي معاها مجهود عشان تطلعي الطفل صالح يفيد وطنه وبلده وأسرته ونفسه. يعني حاجة عظيمة بصراحة، بنشكرك عليها يا أستاذة حنان. ما فيش، شكر، ربنا يخليك، تسلم. عمل حضرتك مقدر من قبل قصر الثقافة ووزارة الثقافة؟ مقدر جدا، يعني وانا حضرتك في عين الرعاية والاهتمام؟ وبيدعموني بطريقة كويسة جدا. انا بحب اشكر الاستاذ عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لانه داعم اساسي لكل الانشطة اللي احنا بنعملها. بحب اشكر الاستاذ ضياء مكاوي رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي، لانه برضو داعم ومشرف علينا وبيشجعنا بطريقة جميلة جدا. اي نشاط عايزة اعمله بيوافق عليه فورا، وكمان بيقول لي الموارد المالية متاحة، ولا اقول لك لا ما فيش خلاص كنسل الشهر ده؟ لا 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 لا، وبيخلق لي موارد مالية لأي نشاط انا حباه. عشان كده بقول لك انا اعتمدت فرق جديدة، ولسه هعتمد ان شاء الله فرقتين، فرقة لمسرح عرايس وفرقة لذوي الاحتياجات الخاصة، ودي اهم فرقة دلوقتي انا عايزة اعملها، فرقة فنون شعبية او شاملة هتبقى لذوي الاحتياجات الخاصة. دي غير فرقة الفنون الشعبية اللي هي تابعة للإدارة الفنية. لا، دي غير دي. دي خاصة للطفل. دي هتبقى للطفل، تمام. لذوي الاحتياجات الخاصة للطفل، تمام. هتبقى فرقة، وأنا عندي فرقة فنون شعبية طفل غير عادية، تمام. لأسوياء، كويس لكن والله. أنا هعمل فرقة تاني لذوي الاحتياجات الخاصة، تبقى خاصة بيهم هم، ونعرض ليهم، لأن هم حابين ده جدا. أنا عندي أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بيحبوا التحطيب، بيحبوا رقصة العصاية جدا، وده اللي شجعني ان انا عايزه اعمل ليهم فرقه ان شاء الله باذن صراحة الله. مجهود كبير والله يا استاذه حنان، تشكري عليه بامانه، كان واجبنا ودورنا، وتشكر الاستاذه شيماء معده برنامج تعظيم سلام انها تقدر توصل لحضرتك وتحط ايدها على يعني عمل كبير وجليل وعظيم، اللي هو انتوا بتساعدوا في انشاء جيل كامل يقدر يتحمل المسؤوليه بكره وبعده ان شاء الله، ويحصن البلد اللي احنا عايشين فيها باذن الله.
الحمد لله، انا اللي بشكركم ان انتوا جيتوا وتعبتوا، وشكرا ليكم جدا. شكرا. رسالة لأولياء الأمور، كل أولياء الأمور. انا رسالة لأولياء الأمور، انا هم بيتعبوا معايا جدا، وانا حابة ان هم يعني هم بيبقوا قاعدين مع الاطفال في فترة البروفات، في فترة لو في مسرح، لو في بيجيبوهم كل يوم ويقعدوا معاهم. فرسالة، يا ريت يا ريت هاتيه هاتيه لينا، هاتي طفلك لينا، وما تقوليش هو ما عندوش موهبة. ما فيش طفل ما عندوش موهبة، كل حد بس عنده حاجة بس كل بيطلعها حد ازاي. كل حد عنده كل طفل عنده حاجة، بس عايز اللي يشجعه، بس عايز اللي يطلعها منه وينميها. فهاتيه هاتيه وجربي، هتلاقي ان طفلك لا نابغة في حاجة او شاطر في حاجة. الطفل المصري اذكى طفل على مستوى العالم، فهاتيه هاتيه لينا في قصر الثقافة، واحنا ننمي لك الموهبة بتاعته. لان الاطفال دلوقتي اللي عندهم موهبة وشغالين احنا عليها او في فرق بتاعتنا، طول اليوم دماغه في انا هعمل ازاي دي، تمام. الدور بتاعي في المسرحية انا هو هحفظه. لما بيلاقي الامكانيات وحد يساعده بيبدأ فيها في ذلك. ايوه، الحمد لله. شكرا تمام، لحضراتكم جدا. شكرا. أشكركم أعزائي المشاهدين، والشكر موصول أيضا لضيفة برنامج حلقة اليوم الأستاذة حنان محسن ماجد، رئيس قصر ثقافة الطفل، على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة، وتعظيم سلام.